استنى استنى توفيق ايه؟ توقعت هطلت؟ جوزي كنت عيني السر العربي هو اللي هيصرف ويعمل حلم السر العربي حلم السر العربي حلم السر العربي ناس كتير فلا يعني احنا نبدا واحده واحده تشير بطريقه رهيبه لو ابو طرطه او مصطفى ابو حجر ولو هي مزمزله مكياج ما لا وفي نقطه بقى في انت كده انتشرت او في ظاهره كده انتشرت في الفتره الاخيره الصراحه الظاهره دي كانت بتستفزنا على المستوى الشخصي يقول لك ايه في حاجات كتير تانية بتتحب اكتر من الاشخاص صينيه بشاميل مثلا بقى بتساوي الحب بتاع البني ادمين بصينيه بشاميل يعني بقى في حاجات ما تفهمش عن مكرونه ايه بقى مكان المطبخ عارف انت بس دماغ البنت فيها ايه ودماغ الولد فيها ايه بس طبعا نقط ايه صغيره كده اول حاجه صباح الخير النهارده فكرتنا على اللي قادره واللي مستحمله الدنيا ومستحمله قرفنا النهارده هنتكلم هل البنات عايشه في مجتمع ذكوري وسالنا سؤال اللي في الستوري عندي احنا عايشين في مجتمع ذكوري هل البنت مش واخده حقها فجات لي اجابات كتير من ضمن الاجابات دي جات لي مثلا عشان انتوا مثلا بتلبسوا شورت عادي انتوا كاولاد وبنات ما نقدرش نلبس في الشارع احنا في مجتمع ذكوري بالتاكيد والقليل منه يناصر من اجل الفتيات والنساء الله 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 الولد ممكن يسافر لوحده او مع اصحابه او يعيش لوحده البنت لا عشان كلام الناس بس في رد برضو بيقول لك احنا في مجتمع ذكوري بس الفتره دي بالذات البنات عارفه تاخد حقها ده وجهه نظر برضو ممكن نسجل ليه هنا وبرضو بيقول لك ان احنا فين احنا مجتمع ذكوري ايوه بس البنات واخده حقها بس دلوقتي البنات يعني احنا حقنا تاكل بقى يعني هو كده يعني احنا من حقنا نعمل صفحه لمناصره ايه معشر الرجال وفي برضو نفس الموقف ده اللي برضو بياكد على المجتمع الذكوري بس برضو بياكد ان البنات واخده اغلب حقوقها البنات واخده اغلب حقوقها واخده بس لسه في شويه ما خدوهاش لسه في زي ايه شويه دول يعني مش مكتوب الصراحه يعني. لا مش مكتوب في برضو بيقول لك انت ممكن تروح تباتوا في فندق معكمش اي حد لكن احنا كبنت لازم يكون معانا اخونا او حد من قرايبنا السؤال بقى المره دي هل احنا بجد مجتمع ذكوري هل بجد البنت مش واخده حقها رايك مين طبعا في حاجات كتير يعني برضه عشان نبقى احنا منصفين وبنتكلم بحق طبعا في حاجات كتير ممكن تكون شويه جايه زياده على حق البنت ولكن في نقطه احنا بنغفلها يعني ان هي ان بالطبيعه اللي ربنا خالقها بالطبيعه اللي ربنا خالقها الولد بطبيعته له مهام والبنت بطبيعتها لها يعني ايه لها مهام زي لما مثلا البنات يتغاظوا من كلمه اصل انت مكانك المطبخ ده لما بتيجي تعلق عليها كوره او اي حاجه ما دي طبيعه دي ملكه او دي موهبه اساسا هو ربنا حاططها في البنت بطبيعتها انها تكون هي لها حسن تصرف طبعا على فكره مع ان برده رد على كلامك ان احسن الصفات بتاع المطبخ رجاله انا بتكلم برده كلامك مش مقنع فاهم ماشي طب هل ماشي الصفات الرجاله دول بنسبه كام في الميه من الرجاله اللي في العالم بالنسبه لا انا بقول لك احسن الشفاء احسن الشفاء انا بكلمك الجانب. في الوضع الطبيعي طبعا هي كلمه يعني في الوضع الطبيعي اللي هو انت بتكون بيت هنا بس عشان خاطر كلمه مكانها مثلا المطبخ او كده بتتفهم غلط فبتبقى الثقافه العامه اللي ماشيه انها غلط يعني اللي انا عايز اقوله انا وجهه نظري ان بطبيعه الحال الولاد لهم بطبعهم اللي ربنا خلقه مهام والبنات لهم مهام ده متميز في حاجه وده متميز في حاجه وده بيكمل ده ما يمنعش المشاركه برده بين الاثنين طبعا بقدر المستطاع يعني بس ده بيميز ده يعني بس ده لازم نتاكد ده بيميزه حاجه وده بيميزه حاجه لازم نفهمين ان هو دي فكره التكامل ما بين الاثنين ده ما يمنعش ان بتبقى في حاجات برده يعني متعنته ضد البنت بزياده دي برده ما نقدرش ان احنا ننكرها يعني تمام رايك يا فرن هي البنت فاهمه حاجات كتير قوي غلط بصراحه يعني البنت اقصى حاجه عايزه تعملها ان هي عايزه تسافر لوحدها عايزه تبات فندق ما ده من الكومنتات اللي جات لنا يعني هم الحريه عندهم مفهومها يعني مش واسع قوي او مش بالطريقه الصح هم عايزين يعملوا حاجات معينه مثلا احنا بنعملها ننزل بشورت ننزل نقعد على القهوه طب ما اي حد يقدر يعمل الحاجات دي يعني بس طبعا مختلف الاماكن يعني تقدروا تعملوا اماكن دي في الحاجات دي في مصايف في اماكن كده ليها مستواها فالاحلام شاورما والواقع عكس بطريقه بحته يعني حلو المثل ده عاجبني الاحلام شاورما من ناحيه ايه؟ انتوا عايزين تبقوا زي الولاد خلاص شيلوا شيله الولاد عايزين الحريه والمساواه بتاعت الولاد شيلوا شيله الولاد
تعالوا مع بعض نعرف ايه بقى شلة الولاد. ايه شلة الولاد؟ شلة الولاد دلوقتي حضرتك انت دلوقتي انت مطالب منك ان انت بتخرج تتخرج ان انت تبدا تشتغل عشان خاطر تبدا تكون حياتك. مظبوط. طب هل البنت البنات كلهم يقولوا احنا عايزين نكون حياتنا عايزين نعمل كارير ودي حاجه جميله جدا حاجه انا على المستوى الشخصي انا بشجعها لان انا يعني انا اتربيت شفت ده في امي وامي كانت بتشتغل كانت مدرسه تمام وانا مامن بده جدا واغلب اللي درسولي في الجامعه وتعالوا يعني وكان يعني انت مامن ان الست لازم تشتغل في المجتمع طبعا لازم ولها دور وبيبقى ليها دور متمكن جدا وفي حته الشغل ما تفرقش حاجه عن الراجل اصلا تمام انما بقى في الشيله هنا بتبقى حته الشغل اختياريه عند البنت ما هياش الزاميه حتى ولو على سبيل ثقافه حتى ولو على سبيل ثقافه المجتمع اللي احنا بنعيش فيه تمام مع الاسف برضو يعني تكمله لكلام بشوي هو اللي بيحصل ان البنات بيشوفوا ثقافه المجتمع من ناحيه الولاد لكن ما بيشوفوا ثقافه المجتمع من ناحيتهم هم ايه لو احنا بقى هنتكلم على الكل تمام يعني على عكس مثلا مجتمع زي المجتمع الاوروبي كله بيشتغل فيه كله بيشتغل بيشتغل لو انت ما اشتغلتش مش هتاكل هو من الاخر علاقه في المجتمع الاوروبي بالسير بالظبط اللي هو مش مقتنع انا كراجل لازم اخرج معاكي فانا لازم اصرف عليكي تمام ده مقتنع غلط طيب احنا بقى كلنا في ثقافتنا في مجتمعاتنا هنا على البنت وعلى الولد ما هياش على البنت بس يعني زي ما يبصوا المجتمع شايل يعني البنت لا يبص عن الولد فزي ما بشوي كان بيسالني انا مطالب منه ان انا اخرج ان انا اشتغل عشان قادر اعمل بيت تمام عشان قادر او اكون انا قد ان انا اكون موجود في علاقه اصلا تمام مسؤوليه او قد المسؤوليه طب ده طبعا بيتطلب جهد ومجهود كتير ده برضه سنين طبعا وسنين وده ما يمنعش طبعا ان بتبقى في بنات برضه مقدره لده بيبقى في مشاركه معاك بتسند معاك تمام انما احنا برضو لما بنتكلم ما بنتكلمش عن الاستثناءات احنا بنتكلم عن الحاله العامه فاللي نطلع بيه ان احنا لازم ناخد بالنا ان احنا في ثقافه مجتمع زي ما هي على البنت هي على الولد زي ما هي مرهقه على البنت هي مرهقه على الولد لو احنا بقى نتكلم في حته الحقوق وان البنات مش واخدين حقوقهم والكلام ده لا يعني معلش الولاد برضو بيبقى في ارهاق عليهم بحكم ثقافه المجتمع وكمان برضو يعني الفتره دي وكمان الفترة الجاية يعني حتة ان البنت تشتغل دي مهمة من كذا ناحية اولا ان هي تحقق ذاتها يعني هي البنت بتعوز اللي هي تعمل حاجة شخصية من الاخر كده برضو مش ما تكونش مرمية في المطبخ خلاص انت خدامة انت يعني بالمثل اللي هو برضو الناس اللي بتقول انت البنت مكانها في المطبخ هي مش انت مش بتتجوزها عشان تشغل عندك خالص انت بتتجوزها اللي هي هتكون هي تربي عيالك كل حاجة بس لازم يكون عندها شخصية عايز اقول لك بقى ان هي لو ما عندهاش شخصية مستقلة اصلا مش هتعرف تربي عيالك ولا تعرف ان هي لو هي ما عندهاش شخصية مش هتعرف تتعايش مع المجتمع افرض انت مثلا ما هي لو ما كانتش محتكة بده بالمجتمع وبيبدا عندها خبرات هتشيل افرض انت في شغلك مثلا على سبيل المثال هتعمل ايه وكمان العلاقات الناجحه قايمه على المشاركه مشاركه في كل حاجه التربيه مسؤوليات البيت كلها الشغل دلوقتي يعني مفيش بقى الاعتماديه اللي هو ايه جوزي كرت عيني السر العربي هو اللي هيصرف ويعمل حلم السر العربي حلم السر يعني العربي حلم السر العربي ناس كتير فلا يعني احنا نبدا واحده واحده ولما ظروفه تسمح ان هو يبقى سري عربي عاوز على فكره الكلام بتاع حضرتك ده مش هيعرف مش يعني مش هيجيب شريحه كبيره قوي اللي ممكن يشوفه السر العربي لا مش قادر خلاص يا عم بنتنا بقى يجي لها اللي يقدرها يعني صح لازم المستوى بتاع بابي لازم حد يعيشني في مستوى بابي من وجهه نظر الشباب برضو الظروف بتاعت البلد الفتره دي مش افضل حاجه ده مش معناه ان الشاب مش هيحاول ده بقى تعالى العالم كله كمان ان احنا هنحاول بس بقدر المستطاع يعني دلوقتي الدنيا عماله تغلي ويعني بنحاول اللي يتخرج يشتغل فين وفين لحد لما الواحد يثبت رجله في وظيفه مثلا او في شغل كويس شغل كويس الواحد مثلا لسه متخرج جديد بيبقى بيترابط فلوس قلنا بيحتاج وقت فبرضه يعني الظروف مش احسن حاجه فانتوا بقى كبنات يعني انتوا عندكم كوميونيكيشن سكيلز اساسا في الانترفيوز معلش ده بص اكتر حاجه اكتر حاجه بتعجبك اكتر حاجه عندكم حاجات كتير هندي مثال هندي مثال يعني انت كبنت مظبوطه حلوه ما شاء الله عليكي معانا استاذ جينا عايزه
ماشي مين عايز؟ وانتوا الاثنين متساويين في كل الافكار والشهادات وكل حاجه، هل اللي بيعمل انترفيو هيختار مين عايز؟ لا السوبرفايزر طبعا هيختار البنت معروف. ليه بقى؟ عشان هي يعني هاي كواليفايد عني اصلا. ايوه عندها كوميونيكيشن سكيلز اكتر. شايف كوميونيكيشن سكيلز دي؟ يا جدعان واحنا لازم لا اصل انا اتعرضت للمواقف دي فبقول يعني بان جامد. كلنا اتعرضنا فيها، كلنا اتعرضنا فيها. تمام. طيب حاجة تانية برضو، حاجة تانية برضو، الولاد غلابة مش كلهم، بس احنا غلابة برضو شوية، يعني الفئة الأكبر غلابة. من ناحية ايه؟ احنا دايما مثلا لا يا أستاذ بشوي مع احترام لحضرتك كلك أبو حجر. اها عشان بس من غير ما هو نفسه عشان كلك أبو حجر عشان عارف الصنف ده كويس. ليه 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 في الحاجات دي، في الحاجات دي ليه الولد بيتشير بطريقة رهيبة لو أبو تورته أو كلهم أبو حجر ولو هي مازمازيل مكياج ما لا. وفي نقطة بقى، في نقطة انتشرت أو في ظاهرة كده انتشرت في الفترة الأخيرة الصراحة، الظاهرة دي كانت بتستفزنا على المستوى الشخصي. يقول لك ايه، في حاجات كتير تانية تتحب اكتر من اشخاص. صينية بشاميل مثلا بقى بتساوي الحب بتاع البني ادمين بصينية بشاميل. يعني بقى في حاجات ما تفهمش عن المكرونه دي بقى مكان المطبخ. عارف انت بس الموضوع داخل في خلل يعني حقيقي يعني. دي مكان المطبخ. حته البنات برضه احنا بقينا ننخدع فيهم شويه الفتره اللي فاتت دي كلها. ايوه بقيت مثلا لو يعني لا قدر الله، لا قدر الله اتعرفت على واحده على قدر الله، لا قدر الله على النت، على النت شفت بقى دي جامده، دي جامده دي. رحت قابلها تلاقي كل ده طلع ايه فلتر. مين ده؟ كل ده طلع فلتر. فبرضه يعني الميك اب والفلترز والحاجات دي كلها يعني غيرت شويه، لكن احنا بطبيعتنا خليكم بطبيعتكم بقى. مش ده المثل اخرنا ده، اخرنا ده انا قصدي مش ده المثل بتاع شيل مكياج صاحبتك تطلع بنت خالت عمتك. هل البنات فاهمين دماغ الولاد صح؟ دي مهمه دي بقى. هو اكتر حاجه تقول لك انا فاهم دماغه، هو لعبي وبتاع بنات انا فاهم بيخوني اكتر منك على فكره. ده اول حاجه على طول. انا فاهمك. مالك انت لعبي ومالك مفيش. انت مالك مفيش. مالك مفيش. ما انت لو مهتم، ما لو انت لو مهتم وفي الاخر الحوار بينتهي كلك ابو حجر وتترزع واحد بلوك يجيب لك صداع. انت متاثر قوي كده ليه؟ بعيد عنك. جربت البلوك. جربت البلوك منه لله اللي كان السبب. احنا مع بعض نعرف دماغ البنت فيها ايه ودماغ الولد فيها ايه. بس طبعا في نقط ايه صغيره كده. اول حاجه هنتكلم من ناحيه التفاصيل. البنت بتهتم بالتفاصيل زي الولد ولا لا؟ زي مين اخويا؟ الولد اصلا بيهتم بالتفاصيل؟ الولد غلبان. انا عايز اقول لك على حاجه، اقل بنت ايوه تمام تعرف توقع قد عواد في شر اعمال. اوه هما مش سهلين ولا احنا سالكين. يعني هما مش سهلين ولا احنا مش سالكين. لا بس انت طيب وعلى نياتك. هو المشكله ان هما بيحطوك في نقطه ما تعرفش تهرب منها. اللي هو بيزنقوك. حته التفاصيل، حته التفاصيل البنت بتهتم باقل التفاصيل. يعني مثلا ممكن تبقى ماشي يعني اي حاجه كده. انا اديك مثال، ممكن بس كده مش تقول لك ايه ده شعره البنت اللي على كتفك دي جت منين؟ اوه طب ما انت ممكن تكون في المترو اصلا شعره جت على كتفك. صح حاجه جت مش شرط يكون يعني دي حقيقه كده. يبقى هم بيهتموا بالتفاصيل جدا. طب دماغ الولد بيهتم بالتفاصيل؟ دماغ الولد بصراحه هي بتهتم بالتفاصيل بس مش بالطريقه دي. يعني مثلا احنا عندنا كده في دماغنا في بوكس فاضي خالص ممكن الولد يقعد لوحده كده ما يعملش اي حاجه بس مبسوط. تفهمش من ايه بس مبسوط قاعد كده قاعد لوحده. اهم حاجه ان هو قاعد لوحده مش لوحده. فده برضو ده فرق مهم جدا. يعني اللي هو مش قاعد ولا بيفكر فيكي ولا بيعمل مش عارف ايه. لا يعني هو اي يعني مش لازم، مش لازم 24 ساعه مكالمات ومسجات وانت ما بتكلمنيش وانت وقلبي قاعد فاضي بيعمل ايه ومين شاغل دماغك والكلام ده. تاني حاجه ورساله مهمه جدا للولاد، البنت لو غلطانه والولد لو غلطان. الولد لو غلطان هيقول ايه؟ انا اسف. والبنت لو غلطانه انا اسف برضه. مين الولد؟ الولد هو انت رمزي. انا يعني انت غلطان او مش غلطان يعني انا عايز افهم كان انت عيب. انا قصدك ان ياخدها على قد عقلها. لا لا هي عقلها كبير. هي عقلها كبير بس معنى كلامك ده بس وضح قلنا عشان ما يفهمش غلط. انت تعتذر برضه. ده ما يعبدش في حاجه، ده كده يزيد من مقام. لا استاذ تقدرك استاذ. فنلخص ايه حوار دماغ الولد والبنت في
خلصنا صغيره. والله بص هو شغل علمي بقى كده، كنا في شغل علمي. نبدا بمين؟ بدماغ البنت. ماشي. دماغ الولد. الولد. ماشي. بص هل هتبقى الزمانيه دي؟ اعتبر دي دماغ الولد. دماغ الولد متقسمه فايلات فايلات فايلات، بوكسات بوكسات، كل موضوع ليه بوكس لوحده منفصل عن التاني. مثلا الخدمه ليها بوكس، الشغل ليه بوكس، البيت ليه بوكس، كل حاجه ليها بوكس، الصحاب ليهم بوكس برضه. طيب يعني دي كده دماغ الولد. دماغ البنت بقى بصوا لو قلت لها مثلا شبكه عنكبوتيه، اديها كلمه ولا شبكه، اديها كلمه واحده بس تحليلات، كلمه تدخل يطلع منها كذا تفريعة. واحد اثنين بس الكلمه انت ما بقتش تربط هنا في موضوع شوف موضوع ثالث، وانت تبقى واقف غلبان قدامها اللي هو لا مش عارف ترد وتلف وانت بتبقى واقف مش عارف ترد مش عارف تفك مش عارف تفك الكلام. ماشي بتتكلم مثلا على حاجه في موضوع ومندمج جدا وقلت مثلا اسم واحد بالغلط ده وانت هي بقى تقفش في الاسم ده ويجيب بقى بص بقى لا 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 بص بص لا لا بص يفضل بقى ايه هو بقى متصاحب عليا ولا متجوزها ولا بيحبها ويا ترى هم خرجوا مع بعض فين واتقابلوا فين بيعملوا ايه في الشغل شربوا ايه النهارده. ايوه هل ساره اللي في الشغل فطرتك؟ ايوه فطرتك ولا لا؟ لا اديتك الشوكولاته اه خليها تفطر. المجتمع ليه ثقافته ليه ثقافته وعاداته وزي ما هي مرهقه ولكن هي مرهقه على الولد الاثنين تمام، ولكن مش مهمه ذكور النهائي لان هي بتاخد حقوقها لغايه دلوقتي وباستمرار، ونقول ما زال ان في رجاله بتدافع عن الستات، وان دلوقتي السوشيال ميديا بيحرك كل حاجه، بس برده في الاخر احنا مش مجتمع ذكوري. في الحلقه دي احنا اتكلمنا على حاجه بسيطه، ده جزء اول، لو لقينا الناس عايزه في جزء تاني هنشوفكم في الحلقه الجايه. ايه رايك؟ يلا بينا. موافق؟ موجود. وسلام.